مرحبا بكم. اليوم سنعرض لكم 7 لاعبين كرة قدم يصوموا أثناء المباريات. وبالطبع ليس هؤلاء 7 فقط من يصوموا، ولكن هذه الأسماء التي وجدتها عند البحث. قبل بدء الفيديو ادعمونا بإعجاب لاستمرار هذه النوعية من الفيديوهات. موسى سو وديمبابا. لقد عرفنا اللاعب موسى سو وأحببناه في فريق فرنباتشي، أما ديمبابا في فريق بشكتاش. هذان اللاعبان صاحب البشرة السمراء مسلمان ويعيشان حياة تتناسب مع الدين الإسلامي. ففي السنة الماضية صام كل من اللاعبين أثناء لعبهم في المباريات. وأثناء مشاركة اللاعب ديمبابا في البطولة التي تزامنت مع شهر رمضان، أخبروه أنه ليس مجبر على الصيام، لكنه رفض وأصر على الصيام أثناء المباراة. يا لقوة إيمانه. ساديو ماني وإمري تشان. ماني وتشان. السنة الماضية استطاع كلا اللاعبين أداء فريضة الصيام وشعائرها وتحمل جوع الصيام على الرغم من تواجدهم في التدريبات. ودائما ما يصرح اللاعب ماني: كوني مسلم متدين، أحترم تعاليم الدين الإسلامي. وله أعمال كثيرة مثل بناء مسجد في قريته في السنغال. ونجد نادي ليفربول يشجع لاعبيه المسلمين على أداء شعائر الدين الإسلامي، فنجدهم قد خصصوا غرفة للاعبين لأداء شعائرهم. وقد لعب ماني وتشان المباراة الأخيرة ضد ريال مدريد والتي تزامنت مع 11 من رمضان وهما صائمان. محمد صلاح. انتقل محمد صلاح لفريقه الحالي ليفربول في صيف عام 2017، ونتيجة تألقه المستمر يقارن صلاح في الفترات الأخيرة بميسي ورونالدو. ومن المعروف عن صلاح تدينه وتصرفاته دائما ما تعكس تعليم الدين الإسلامي. وكما ذكرنا فإن حلول شهر رمضان صعب على اللاعبين في أوروبا، ففي هذه المرة أباح ياسر برهامي لصلاح أن يفطر أثناء مباراته الأخيرة ضد ريال مدريد، ولكن صلاح تجاهل هذا. وقد قال برهامي أنه سيكون إرهاق على اللاعب ولن يستطيع تأدية المباراة كما ينبغي، ولكن القرار النهائي لصلاح. يونس بلهندا وفيغولي. لاعبان مسلمان يلعبان في فريق غلطسراي التركي. بلهندا لاعب مغربي الجنسية، أما فيغولي جزائري مولود في فرنسا، أعانهم الله على الصيام. وهناك الكثير من اللاعبين المسلمين مثل ريبري وبنزيما وغيرهم يصومون الشهر الفضيل، ولكن ليس لدي معلومات حول صيامهم أثناء المباريات. وفي الواقع التزام الناس بدينهم هو أمر يخصهم وحدهم وسيحاسبهم الله. شكرا لكم لمتابعة الفيديو، ولا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة.